لهذا تلقى بعض الناس يقول لك انا احب نعالج في تونس. شكون قال لك عالج في تونس؟ والاطباء في الجزائر كثر، والتخصصات في الجزائر كثيره، والاطباء نفسهم اللي راهم في تونس هما الاطباء نفسهم من الجزائر. طبيب جزائري في تونس، روح الحقو انت لتونس باش يحسب عليك فاتوره، وهذه الفاتوره ليتها كانت فاتوره، استنزاف للاموال، استنزاف كبير. بعض الناس يترقى، يزيد المستوى نتاعو، يقول لك انا بدل ما نعالج طبيا اللي هو طب مدروس متقن مقنن، يقول لك لا انا حاب نعالج بالاعشاب، حاب نعالج بالطب البديل. يا اخوي شكون قال لك الطب البديل باللي راهو مضمون بنجاح كبير؟ الطب البديل راهو مش مضمون، ماهوش مضمون، راه كل من هب ودب يدعي، يجيب لك شهاده مختومه مكذوبه مزوره ويقول لك انا طبيب في الطب البديل، ايا نعالجك، ايا نتعلم فيك، ايا نضحي بيك، ايا نجزرك. مواطن من هنا، مواطن كلفته العملية حوالي 70 مليون لتونس، ولقاو لأصحاب الخير علاجه هنا في الجزائر مجانا بلاش. قال لا أنا أروح لتونس، ما هذا الهوس؟ احنا تونس رأس العام، تونس موسم العطل، تونس الصيف، تونس الطب، تونس كل شيء، تونس. هذا استنزاف الأموال الجزائر، استنزاف للثروة الجزائرية. والأطباء هنا، إذا الطبيب الجزائري وصاحب المخبر الجزائري نقول رفقا بالأمة، بالأمة الجزائرية رفقا. رجاء المخابر يا جماعة راها فاتورة باهظة، اللي يصرفوا أبو العائلة في العام يدي عليه صاحب المخبر تعيار واحد، يقول له يا اخوي 400 ولا 500 الف، وين رايح المسكين؟ وين رايح؟ ومن يعص الله ورسوله فقد غوى واعتدى، ولا يضر الا نفسه ولا يضر احدا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد معشر المؤمنين، قال الله تعالى في القرآن على لسان إبراهيم أو بقول إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، فإنه ما نزل داء إلا وله دواء. معشر المؤمنين، إذا أراد المؤمن أن يمعن النظر في قضية العلاج والشفاء فإن الشفاء بيد الله تعالى، غير أن الأسباب واتخاذ الأسباب أمر مطلوب إذا كان في حيز القدرة والإمكان. اللي كان في الإمكان، بإمكان الإنسان أن ينفق على نفسه وأن يعالج نفسه فعليه أن يقبل على هذا الأمر. وإذا سمع غيره، إذا سمعت بمريض ومعك فضول أموال وخصوصا في موسم الزكاة هذا، فعليك أن تنقذ نفسا بشرية من الهلاك. قال تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إن بعض الحالات المرضية المميتة لا يكلف علاجها سوى بضع دنانير ودراهم، ربما مليون أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة،
إذا تضامن الناس فإنهم سينقذون مريضهم بسرعة، أما إذا تركوه وشأنه فلا شك أن المضاعفات ستأخذ منحنى آخر، وفي بعض الأمراض منحنيات خطيرة، والمجتمع يتفرج. فإذا مات أقبل الناس عليه بالإطعام والنفقة والتضامن بعد فوات الأوان، تضامن في غير محله، وكأن الناس لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون، وهذا ليس من صنيع المسلمين، بل المسلم المرحوم هو الذي يرحم نفسه ويرحم غيره. وقبل أن أعرج على هذا أقول لذوي الاختصاص من الأطباء: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. في بعض الأحيان عيادة الطبيب الخاص تكون بمبالغ كبيرة، أقول مبالغ كبيرة، على الفقراء والضعفاء، لكن مراقبة الطبيب أو الكشف كما يسمى عند طبيب أو معالجة ب2000 دينار و3000 دينار، فما معنى هذا؟ وأصحاب التحاليل كذلك، ربي يسامحهم وربي يهديهم، على كل حال بعض التحاليل مبالغها خيالية وجنونية، لهذا تلقى بعض الناس يقول لك أنا حاب نعالج في تونس. شكون قالك عالج في تونس؟ والأطباء في الجزائر كثر، والتخصصات في الجزائر كثيرة، والأطباء نفسهم اللي راهم في تونس هم الأطباء نفسهم من الجزائر، طبيب جزائري في تونس، روح الحقو انت لتونس باش يحسب عليك فاتورة، وهذه الفاتورة ليتها كانت فاتورة، استنزاف للأموال، استنزاف كبير، بيد أنه لو عالج هنا. أنا أقول لك بعض التخصصات، بل كثير من التخصصات والأمراض علاجها في الجزائر سهل وبسيط. مرة بالصدفة مواطن من هنا، مواطن كلفته العملية حوالي 70 مليون لتونس، ولقاو لأصحاب الخير علاجه هنا في الجزائر مجانا بلاش، قال لا أنا أروح لتونس. ما هذا الهوس؟ إحنا تونس رأس العام، تونس موسم العطل، تونس الصيف، تونس الطب، تونس كل شيء، تونس. هذا استنزاف الأموال الجزائر، استنزاف للثروة الجزائرية. ومن بعد خرجت علينا الترك، درك حاليا وسائل الإعلام اللي ما نقولش فيها احنا كلمة خير ولا نساهموا فيها بشرارة خير، استغلوها الأتراك والتوانسة وغيرهم باش يديروا لنا الدعايات الطبية ربما الكاذبة في بعض الأحيان، وربما اللصوصية والسارقة. أنا نقول لك تروح للترك ينحوا منك كلوة وترجع هكا، ترجع معدم، ولا تروح لتونس ربما وكان تطيح في أيادي غير آمنة ينحوا لك كذلك عضو من أعضائك الجسمية ويعالجك شوي ويقول لك يرجع لبلادك. والأموال خيالية، احنا عاد حتى لي وجعوا راسه ويقول لك أنا رايح لتونس، واش رايح تدير في تونس والأطباء هنا؟ إذا الطبيب الجزائري وصاحب المخبر الجزائري نقول رفقا بالأمة الجزائرية، رفقا. رجاء المخابر يا جماعة راها فاتورة باهظة، اللي يصرفوا أبو العائلة في العام يدي عليه صاحب المخبر تعيار واحد يقول له يا أخوي 400 ولا 500 ألف، وين رايح المسكين؟ وين رايح الفقير؟ وما نتمناه كذلك في المقابل من دون مبالغة ولا غلو أن يتنافس الناس في هذا المجال لتنخفض الأسعار. لو كان كاين منافسة شريفة في هذا المجال تنخفض الأسعار على الأمة. أما الطبيب العام اللي راهم يخدموا في المستشفيات جزاهم الله خير، ولكن في المقابل عليهم أن يقفوا على عناية المريض. المريض ما تقولش انتهى الزمن ولا هنا توقفت، لا، توقفت هنا أبعتوا الطبيب أكثر منك مختص، وجهوا توجيه صحيح. كاين أطباء، طبيب اللي مش في المناعة، كاين في عين الصفرة، كاين ربما في الأغواط، في أي بلد كان،
المهم انت تبحث على اختصاصي، روح على الاختصاصي. واياك ثم اياك ان تدفع اموال باهظه وخياليه وربما تكون على حسابك كما اسلفت الذكر، ربما تروح وتكلفك، ولا ربما تروح لدوله وتمنعك الدوله هذه، قول ممنوع الدخول. اخويا احنا اليوم ظهرنا باللي ممنوع الدخول على الجزائريين، احنا الترك ولا فرنسا ولا الامريكان ولا غيرها ممنوع الدخول على الجزائريين، ما تدخلش اخويا ما نحتاجوكش. اهانه للشعب الجزائري، اهانه لكرامه الجزائري. واين اطباء؟ الاطباء المختصين اللي كونتهم الدوله وعلمتهم ورقاتهم، ومن بعد لا شوي يقول لك انا هارب، انا راها الصور الهيل. اقنعوا، اين القناعه من الاطباء؟ طبيب اللي ما طاقش يطير ويدير جنحين ويروح الخارج، هنا يحط يده في خاوته، 300 الف للتعقيبه، 300 الف للتقليبه، 200 الف الى اخره، وين رايحين؟ انت 50 الف تكفيك، 100 بالاكثر تكفيك، ما يستغرقش مع المريض 10 دقائق، ومن بعد يلهيه بالهضره وكثره الكلام ويحسب عليه فاتوره. مسكين الفقير منين راح يجيبها لك؟ منين راح يسلكك؟ يحشم باش يقول لك ما عنديش، يتسلف ويتكلف ويطيح وينوط ويسلك فاتوره الطبيب، ومن بعدها يزيد فاتوره الصيدلي، ومن بعدها يزيد فاتوره التحاليل. الى اين يا جماعه؟ يا كان تقولوا باللي بلادنا راها في ازمه ودولتنا راها في ازمه، فالحذر الحذر. بعض الناس يترقى، يزيد المستوى نتاعو، يقول لك انا بدل ما نعالج طبيا اللي هو طب مدروس متقن مقنن، يقول لك لا انا حاب نعالج بالاعشاب، حاب نعالج بالطب البديل. يا اخوي شكون قال لك الطب البديل باللي راهو مضمون بنجاح كبير؟ الطب البديل راهو مش مضمون، ماهوش مضمون، راه كل من هب ودب يدعي يجيب لك شهاده مختومه مكذوبه مزوره ويقول لك انا طبيب في الطب البديل، ايا نعالجك، ايا نتعلم فيك، ايا نضحي بيك، ايا نجزرك، ويوصف لك ادويه ما انزل الله بها من سلطان. مؤخرا قال لي طبيب الكلى بان نسبه من امراض الكلى سببها ماذا؟ سببها التهور تاعنا والاندفاع، سببها الاعشاب. بعض الاعشاب البسيطه لا باس بها كعلاج. اي هذا الكلام كثقافه وكفهم للمواطن. سببها الاعشاب، بعض الاعشاب معقده 20 عشبه. والسوائل كذلك الطبيه اللي هي الزيوت الطبيه وغيرها والمشروبات والمحلولات، المحاليل اين تصنع هذه المحاليل؟ اين تركب؟ كيف تركب؟ مواد كيميائية سامة وربما قاتلة تجد أن المواطنين يتهافتون عليها. قال هذا مشروب ينفع للشعر، كل الناس تشريه. مشروب ينفع للمعدة، كل الناس تقبل عليه. مشروب ينفع لنحافة الجسم، كل الناس تستهلكه. مشروب ينفع لكذا. خلطة أعشاب تنفع لكذا. وش به الجمهور؟ وش به الشعب اللي جاي يكذب عليه ويتبعه؟ يا جماعة كاين بعض الأعشاب تموت، تنتهي الصلاحية. انتهت الصلاحية، هي صح عشبة طبية تعرفها ويعرفها الجميع، ولكن اللي كان بقات عند العشاب عامين وثلاث سنوات واربع سنوات وغيرها تموت وتنقلب من مادة نافعة إلى مادة سامة. تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. الدواء موجود كما أن الداء موجود، ولكن يتطلب منا ماذا؟ يتطلب منا الخبرة. والمؤمن يجب أن يكون على دراية، وأن يكون المؤمن كيسا فطن. بقت نقطة اللي هي نقطة عدم دخول المحرم مع المريضة. احنا علاش قرينا بناتنا؟ قريناهم باش يعودوا طبيبات. أغلبية الناس اللي قروا من أجل الطب، أغلبية باش تعود المرأة طبيبة تعالج المرأة، المرأة تعالج المرأة، ولكن فائدة به رايحة المرأة للطبيب. المحرم أين المحرم؟ غير موجود. وهو سيد الطبيب داير معاه سيد الطبيب، داير معاه ممرضة تستقبل النساء وخاصة بالنساء. دقيقة صمت، قليل باش طبيب تلقاه دار معاه ممرضة تستقبل النساء. ومن هنا أوجه نداء لكل طبيب يريد أن يحافظ على دينه وإيمانه، يجب عليك
أن توظف ممرضة إذا دخلت مريضة أن تدخل معها. هذا المريضة اللي مش خايفة على مش ما يهمش في عرضها وما يهمش في دينها. أما المريضة اللي يهمها عرضها ودينها يجب عليها ألا تدخل على طبيب إلا مع ذي محرم شرعي، يكون المحرم الشرعي. إحنا منا تسافر لتونس تلت نساء وأربع نساء وكل واحدة رايحة العيادة وطبيب والمرأة من غير محرم، أهذا يبتغى به العلاج؟ إذن العلاج يا جماعة بالنسبة لنا قد أوصلنا إلى مواصل لم نكن نتوقعها، ما كناش نتوقع هذه المواصل. أفاكون وكذابون ومفتارون ودجاجلة يتعلمون في أجسام البشر. الطبيب الشرعي صحيح توجد المنافسة في الطب، طبيب خير على طبيب، ولكن أنا نقول لكم الكفاءات، معظم الكفاءات اللي راكم تشوفوها حتى في الخارج راها عندنا هنا في الجزائر. ما على الإنسان إلا أن يتريث وأن يتفقد وأن يزور الطبيب بنية البحث عن العلاج والشفاء. وإبراهيم عليه السلام نسب الشفاء لله، قال وإذا مرضت فهو يشفين. الشفاء الحقيقي الشفاء الأول من عند الله تعالى، ولكن لا يكفي الدعاء وحده، بل ينبغي للإنسان أن يتطبب عند ذوي الاختصاصات والتخصصات المشروعة. وما أخاله وأرجو أن لا أنساه، في بعض الأحيان يدير الإنسان تكوين بسيط على تخصص معين وهو غير مؤهل له. طبيب عام يدير تخصص بسيط على أمراض الجلد مثلا أو أمراض الحساسية أو أمراض العيون أو غيرها، تخصص بسيط بتاع 6 شهور ولا 7 شهور، ومن بعد يقول لك أنا راني طبيب مختص. ماكش كما الطبيب المختص اللي قرأ عليها قد سنة 3 سنوات ولا 4 سنوات. يجب عليك أن تحترم الطبيب المختص، ويجب علينا نحن ألا نذهب إلى مثل هذا الطبيب في هذا التخصص. نمشي لطبيب متخصص حقاني قرأ عليها 3 سنوات ولا 4 سنوات. من هنا من هذا البلد الطاهر تلقى ناس تسافر آلاف الكيلومترات ربما للبحث عن طبيب مختص. والأطباء المختصين عندنا أكثر، تقريبا أكثر من 15 تخصص هنا في البلد، أكثر من 15 تخصص تقريبا، كلها تخصصات في المستشفيات مجانية. والله الموفق والصواب، إليه المرجع والمآب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة الحسنى للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. معشر المؤمنين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الدواء والعلاج، فقال ما من داء إلا وله دواء إلا السام. السام ما هو؟ هو الموت، فالموت لا دواء له. أما أن يعيش الإنسان في دنياه فإن الدواء موجود بإذن الله. ما على المسلم إلا أن يتوجه بعقله وقلبه في الاتجاه الصحيح، والعمر واحد. الموت راك تلحق الموت، ساعتك ما ينفعش، وليكن ساعتك ما زالت فإن المرض لا يقتلك. الإنسان من خوف المرض، من الخوف من المرض في مرض، كاين ناس كثير راه عايشة بالأوهام والخوف من المرض، وقبله وبعده في الأصل هو الخوف من الموت، خايف لا يموت، خايف من لقاء الله. نقول له رد بالك، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. الأمراض ما تقتلش، ولكن الأسباب ضارة، ضارة. الناس يستهلكون المأكولات من غير حسيب ولا رقيب. بعض المأكولات تضر بالجسم، بعض المأكولات تكلف الجسم خطرا كبيرا، المشروبات والمأكولات، والناس لا يبالون بهذا، والناس لا يحاولون تثقيف أنفسهم
في أكل المعلبات خصوصا، معلبات ممرضة، معلبات ضارة، بعض الأعشاب ضار، بعض الزيوت يضر، فعلى المؤمن أن يتقي الله في نفسه وأن لا يلقي بنفسه إلى التهلكة. وبعض الأشخاص تجاوز هذه الحدود وهذه القيود وهذه السدود وواصل إلى غير المعهود. ما هو؟ يقول: بدل أن أعالج عند طبيب شرعي أي قانوني، فإني سأعالج بالرقية أو بالكتبة. من قال لك أن الكتبة تساهم في علاجك وشفائك؟ من قال لك هذا؟ تكتب حجاب وينتهي المرض ويتوقف. الإنسان يخدع نفسه بنفسه. ومن قال لك أن الرقية اللي هي علاج الأرواح ستكون سبباً في علاج الأبدان؟ غالباً غالباً الرقية لا تخدم علاج الأبدان. بعض الأحيان الإنسان يتكسر يقول لك: لا أنا هنا لازم لي رقية. أن لك هذا؟ ترك مكسور مشي لطبيب العظم. ولا بعض العلاجات اللي تكون برا توازي الطب القانوني، توازيه موازنة بالتجربة وبالملموس وبالدليل. الجبار تاع برا اللي يجبر العظام في بعض الأحيان بعض الكسور يعالجها، تجده يقول لك: والو أنا رايح الرقي، ويخلي روحه مكسر. كيف لك هذا؟ كيف يصح لك هذا؟ هل ستحاسب على نفسك أم لا؟ أنت مسؤول، ستسأل يوم القيامة. قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ما تلقش بيدك للتهلكة وبعدها تقول كما يقول عامة الناس يمسحها في المكتوب، يقول لك: هي كاتبة، ما نعالج ما نداوي، وليا كان لزم الأمر نكتب لها حجاب وانتهى الأمر. فإن هذه المبالغات معشر المؤمنين لا تخدم المؤمن الصالح، ويجب علينا أن لا نوصل أنفسنا إلى أن تغلق علينا الحدود. تغلق عليك الحدود، تجي رايح لدولة معينة باش تعالج يقول لك: يا أخوي يجب برا، دولتنا لا تسمح بعلاج الجزائري. فهذا ما لا يقبله كذلك العقل البشري. لكن وصلت حتى المريض لا يعالج، فهذا ما لا يقبل وما لا يرضاه أحد. فعلى المسلم أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباع الطريق المستقيم والهدي المنير، عله ولعله يجد بغيته في علاجه وشفائه. والأسباب من الإنسان والشفاء من الله. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا الله. اللهم أعنا ولا تعن علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.